أنا هذا اللي نبغي نقول بأنه الحكومة وراء والأغلبية وراء السي شكيب بن موسى. ونفتخر بالعمل اللي كيقوم به، والحكومة غير ما مرة شجعناه أنه يزيد الأمام وبأنه يتناقش، وما كاينش الباب اللي مسدود، الباب مفتوح للحوار. حنا دابا ماشي في شد ليا نقطع عليك، ولا هذه بلاد ولادنا خصهم يقراو وخصنا نديرو لهم لا ريفورم. الا ما داتوهاش معنا النقابات والاساتذه معنا، من غادي ديروها معنا، ديروا النيه، ثقوا فينا، ما غاديش نضروكم، حنا بغينا نزيدو بكم القدام، ما يمكنش نخليو هذا الشيء. دونك بغيت نقول لكم بأنه الثقة الكاملة في السيد الوزير، تكون اللجنة إن شاء الله معاه غادي تشتغل باش ونترأس أول اجتماع ديكو إن شاء الله هاد الأولاد ديالنا يرجعوا يعني المدارس ديالهم، ونكونوا كلنا مرتاحين، وتكون شوية النية والثقة، وإن شاء الله غادي نلقاو الحل المشاكل ديالنا في المستقبل. وشكرا لكم.